فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية فما رعوها حق رعايتها، فعقبها بقوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شريعته، وفي ذلك مخالفة للرهبانية لأنه لم يبعث بها بل نهى عنها، وأخبر أن من اتبعه كان له أجران، وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب. في مثلنا ومثل أهل الكتاب. نعم. آخر السورة الحديد التي ذكر الشيخ آية منها فيما سبق: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ختمها الله جل وعلا بقوله: وجعل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ولقد ولا في لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدر عن شيء من فضل الله، قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. نعم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. انظر، رأفة ورحمة لم يعقب عليها بشيء، لأن الرأفة والرحمة مطلوبتان. نعم. وهذا ظاهر على النصارى أن فيهم رأفة ورحمة، يعني هم أخف من اليهود. نعم. في قلوبهم وألين من اليهود في قلوبهم، هذا شيء ظاهر. ولذلك المسلمون منهم أكثر من اليهود. نعم. من مسلمي اليهود رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. وصف الرهبانية بأنهم ابتدعوها لأي شيء؟ ابتغاء رضوان الله، هذا قصدهم. والرهبانية هي التشدد في العبادة، تشدد في العبادة أكثر من المطلوب، هذه الرهبانية. اعتزال الدنيا ولزوم الصوامع، هذا من الرهبانية. هم ما فعلوها قصدا للمخالفة، فعلوها قصدا لابتغاء رضوان الله، لكن إذا كان ذلك يخالف الكتاب والسنة حتى ولو صلحت نية فعل المبتدع فإنها لا تقبل. ابتدعوها، قال ابتدعوها، وهذا كاف في ذمها. ولو صلحت نية صاحب البدعة، قال هذا قصده حسن، وهذا لا، ما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، دون نظر إلى نية صاحبه إلا ابتغاء رضوان الله. ومع هذا كونهم ابتدعوها ما رعوها حق رعايتها، عجزوا عنها، لأن المتشدد ينقطع. أما المعتدل فهذا يستمر، هذا شيء معروف، وهذا جاء في الأحاديث أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أما المعتدل فإنه يثبت ويسير على براحة وطمانينة. فما رعوها حق رعايتها، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذا خطاب لأهل الكتاب، للمؤمنين من أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجب على جميع العالمين من أهل الكتاب وغيرهم ومن جن وإنس أن يتبعوه. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمرهم الله أن يبقوا على إيمانهم بالرسل ويتوجوه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يصح إيمانهم ويستمر. أما من كان مؤمنا بالأنبياء وأدرك محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإنه يكون كافرا ويبطل إيمانه،
آمنوا برسوله يؤتكم كفلين، أي أجرين، أجر على الإيمان السابق وأجر على الإيمان اللاحق. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ويغفر لكم والله غفور رحيم. مزايا عظيمة على من اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي الله جل وعلا أعطى هذه الأمة هذا الفضل بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لأنهم حسدوا هذه الأمة على ما آتاها الله عز وجل، فهم لم يقدروا أن يمنعوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يحسدون العرب ويحسدون لم يقدروا على ذلك. ألا يقدرون على شيء، لا يقدرون، لماذا لم يقل ألا يقدروا تكون أن مصدرية؟ لا، ما هي مصدرية، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان، أنهم أي الحال والشان لا يقدرون على شيء من فضل الله.